الصغيرة مع أولادنا بتقول إن بيلفوا على البلد وبيقولوا إن إحنا هنهد كنيسة وإحنا هنا ما عندناش بنا كنيسة. إحنا عندنا بيت برضو يعني يمكن بنمارس فيه عبادتنا والأمن عارف بيه زي أبونا حنا ما قال إن الأمن كان موافق بالبيت ده وإحنا بنصلي فيه العبادة بتاعتنا. خرجوا من صلاة الجمعة على بيوتنا كلها ما سابوش بيت عنه. عيالنا وأولادنا وكلنا عشنا في رعب ما شفناش قبل كده. النفوس طول ما هي مجروحة يبقى هنفضل برضه مكانها. نتمنى نرجع تاني زي ما كنا. أنا المدير معايا في مصر النهاردة بيبكي زي ما أنا ببكي. بيبكي على اللي حصل زي ما أنا ببكي. ترى عشان أمارس عبادتي بس حرام. يا ترى يا دي بس اللي بتخليني يعني هل أنا عشان أدخل أصلي في أي مكان هل حرام على أن أصلي؟ وأنا بصلي أقولي مش بكلم ربنا وربنا يسمعك انت مش اسمعني انا احنا بنصرف ربنا وبنقول يا رب نروح لما نشوفها تاني.